كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم مع الكفار؟ دوادو مسلمانر من مسلمانم جورم زر خوش تنوير زر بغدا تنوير. لا يمكن أن نتعدى عليهم بالقتل. خنوهم أبخم بيدا خوخو دوچنو. بالتفجير. سأسلم بابشاز غورق بغوانر. السرقة أخذ الأموال. يدي دغوة يا مشكورقة تيتخنر. نكذب عليهم، لا يمكن أن نكذب عليهم. يبصي أخو دبسنر. ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم. أو ودوش التمي خنو أم دا بخم يا حوضوخم داخت. لا يمكن أن نشارك الكفار في لباسهم. خنو أم أبخم زرزاخوابهم ودوز دخوابانو. في اعتقادهم يا جينو شتم أودو ديقبس السنر. لابد أن ننصح لهم، نحب لهم الخير. دق تيش أبخم خيرم دخوي جانو. المسلم يريد الخير للكفار بأن يدخلوا في الإسلام. مسلمانر جاورم تيوخاو خوي خيرم خيشانو خوي دين إسلامم قريغاحانو خوي. نخاف والله عليهم من النار. دا بخم دخوشنو شتن خوش جهرنمم زريحانم جا. ننصح لهم، نعلمهم الدين. قيد جن خوي دينر يدغشن خوي. نتعامل معهم في البيع والشراء. أبخم يا غصو شج قد شخو أودو داختن خوش. ندعو لهم بالهداية بأن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية بأن يهتدوا ويدخلوا في دين الإسلام. ألي حشكم دخويت لأون خويش ياقر دين إسلامم قزو إخنو دين إسلامم خيشانو.